نرفع سلاح الله. هاليلويا. نعلن هذا الشعار كلنا سوا. أنا هذا وكتاب المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي. لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع. سوف أتغير. تعظمك نفوسنا وتباركك يا رب. نشكرك لأنه تعطينا فرصة حتى نمثل أمامك لكي نوجد كشعبك كأولادك كأهلك يا رب. نعظمك لأنك الأعظم ولأنك الأقدر ولأنك الأطيب ولأنك الأجمل ولأنك الأروع ولأنك أعظم إله وأقدر إله وأطيب إله. تباركك نفوسنا يا رب. ما حدا اطلع فينا لما كنا في الحضيض إلا غيرك. نشكرك نشكرك. نقول مع عبدك أيوب: إلى من القديسين تلتفت؟ أدعو فهل لك من مجيب؟ نشكرك يا رب. كل الذين نظروا إليك استناروا ووجوههم لم تخجل. نحن عيوننا عليك في هذا الصباح لأنك أنت نور العالم. نشكرك وأنت نور حياتنا. نشكرك أنت مصدر حياتنا. بك نحيا ونتحرك ونوجد. وبدونك ما إلنا أي قيمة ولا أي اعتبار ولا عنا أي مستقبل ولا عنا أي رجاء. نشكرك بدونك هالكين مطروحين مدوسين محتقرين مذلولين تعبانين يائسين. لكن نشكرك رفعتنا من المزبلة وجعلتنا من أشراف شعبك. تعظمك نفوس لأنه قلبك علينا يا رب. نشكرك لأنك كأب إن كنت تؤدبنا لكي تجوهرنا وتنقينا ولكي تجعل منا يا رب جيش مرهب بألوية. جيش يا رب يعمل في المعركة يحارب يدافع يهجم يخيف الأعداء في الباب. أعنا في هذا الصباح لكي نكون يا رب بحسب قلبك قلبا وقالبا. اجعل الكلمة فيها حياة قوة مسحة شفاء انتصار اختراء. افتح البصيرة افتح العيون افتح الأذهان باسم الرب يسوع المسيح. نعلن دمك على هذا المكان. تسيش بدمك وملائكتك تحيط في هذا المكان يا رب. تحمي كل ذهن من التشويش وتحمي كل شخص أيها الرب من أي رب فكر لا يناسب فكرك أو كلمتك. اجعل كل فئر يستأثر إلى طاعة المسيح وإنجيل المسيح. نعطيك المجد. تحمي راعينا يا رب في السفر باسم المسيح. تباركه وتتمجد فيه يا رب وتعيده بقوة جديدة ومسحة جديدة واختراق جديد باسم الرب يسوع. إلى كل المجد. آمين. تفضلوا يا أحبة. نفتح سفر النبي صموئيل. صموئيل 7. من العدد الأول. صموئيل الأول الإصحاح 7 من العدد الأول. فجاء أهل قرية عريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة وقدسوا أليعاذر ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة. وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتروت وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفات فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفات واستقوا ماء وسكبوا أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم. وقالوا: هناك
قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفات، وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفات، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم، فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفات وتبعوا الفلسطينيون وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجر المعونة ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال: إلى هنا أعاننا الرب. فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت. واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأموريين. آمين آمين. العنوان يلي رب حطه على قلبي، لربما حكيته من سنين: انزعوا الآلهة الغريبة. انزعوا الآلهة الغريبة. يمكن تقول لي: أنا ما عندي آلهة غريبة. عندك آلهة غريبة. إذا بنقرأ الإصحاح السادس، تابوت الرب انسرق من الفلسطينيين، وتعرفوا التابوت كان يشير إلى حضور الله. كلنا نرغب نعيش في محضر الله، لأنه أروع محضر في الوجود. تقعد مع إنسان، بتقعد مع شخص عظيم، شو ما كان يكون، تبقى عامل حساباتك: بيحتقرني، بيقدرني، بيقيمني، بيعمل لي قيمة على ثيابي، على شكلي، على شهاداتي، على شعراتي، على الناس اللي بعرفهم، على مصرياتي، على 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 طول بعمل حساباتي إنه هذا الشخص كيف رح ينظر لي وعلى شو. صح؟ يمكن ما يعجبه شكلي. مش في ناس بروحوا على شركة لحتى يقدم على وظيفة إذا شكله مش على ذوق صاحب الشركة أو المدير اللي محطوط أو الشخص اللي مكلف بهالوظيفة؟ بيقول لك: بعتذر منك. إذا ثيابك ما بيعجبه دغري بياخد عنك انطباع بالمظهر أولا. الله تعرفه قال: لا ينظر إلى الخارج أولا، ينظر إلى الداخل. فالرب يشوف قلبك. مهما الظهر جيت على الكنيسة: أنا جاي من قلبي وبحب الرب، وأنا ما تخدع الرب. في زوايا بقلبك لربما أنت منك إشعة، بس خليني أقول لك هو إشعة بكل وضوح. كل شيء مكشوف وعريان أمامه. فتابوت الله اللي كان بيرمز إلى محضر الله، ومثل ما قلت لكم محضره ما في أروع منه، لكن بنفس الوقت محضره ما في أرهب منه. نحن دائما كبشر منسعى إلى محبة الله، طيبة الله، رحمة الله، عطاء الله، كرم الله، لكن نادرا ما ننظر إلى قداسة الله، عدل الله، حق الله. نادرا. الله قدوس، الملائكة ما بتسترجي تطلع فيه، مش مرعوبة منه، فرحانة بمحضره بس ما فيها. بأشعيا 6 إذا بتفتح وبتقرأ، إذا مش قاري، الملائكة اللي كانوا حدوا السرافيم كل واحد له 6 جوانح، 6 جوانح،
قال باثنين بغطي وجهه. هولي بمحضره باثنين بغطي وجهه مش قادرين يطلعوا. قال ساكن في نور لا يدنى منه. لا يدنى منه. في محضر الله الخطية مش موجودة. الخيال مش موجود. الظل مش موجود. الشبه شر مش موجود. في محضره لا ألم لا مرض ولا موت. بمحضر الله حياة. شبع فرح. لكن بمحضره رهبة. فتصوروا هالملاك مغطية قال بوجه جينحين بوجه وبجينحين مغطية إجرايا محتشمة. ما عنده الملائكة ما عنده طبيعتنا. لكن تصوروا بالله مصطرة. إذا الملائكة فات إلى محضر الله باحتشام نحن كيف لازم نفوت؟ ديكولتي. شو كمان؟ وبروتيل. كميل. منجيب محضر الأمور العالمية من النايت كلوبات والمسارح والأغاني ومنجيبهم إلى محضر الله بالكنيسة يا أحبة. برجع بقلك الله بيطلع بقلبك. لكن لاحظ أنه شيء بسيط. ملاك طاهر منه سائط منه من الملائكة اللي سقطوا مع الشيطان. قال بيغطي وجهه بجانحين من قداسة ورهبة الله ما بيقدر يطلع فيه وبيغطي جسمه بجانحين. إله قدوس. قالوا بجانحين بيطير يعني بيخدم متوازن. إذا الملائكة متوازنة ولم يفديها بموته على الصليب. ما مات عن الملائكة. ما سفك دمه كرمال هالمخلوقات. حتى لما شافوه نزل من السماء ما استوعبوا. خالقهم صانعهم جبلهم إلههم. كيف تارك السماء؟ شو منزلوا على الزبالة لهم؟ زبالة. أرض خربانة. شو فيها؟ كرمال جبلة إيديه يلي خلقهم على صورته ومثاله. قال هول اللي أحبهم إلى المنتهى. ما قدر شافنا غرقانين بزبالتنا وخطايانا والجحيم ناطرنا. ما قدر. فقديش حلو أنا كشخص مفدي مغسل بدمه تايب رجعت له أعطيته حياتي اختبرت الولادة الثانية صرت إنسان جديد أعرف كيف يعيش قدامه. وخليني أقول لك محضر الله مش بالكنيسة بس. الرب يقول أنا أملأ السماوات والأرض. عفوا بالحمام شايفك. ما رح لك أكتر. وين بك تهرب منه؟ قالوا يا المرنم من زمان أين أهرب من وجهك ومن روحك أين أذهب؟ إن صعدت إلى السماوات أنت هناك. إن فرشت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك. ليش شو طيب مش بدينك وتمسكني يمينه. مش قلبه يدينك. بيك قلبه يربيك. بيك قلبه يغنيك. بيك قلبه تنمى تنضج تكبر تصير على صورته يشوف حاله فيك حتى وين ما تروح قلبه يكبر. كيف كانت الشهادة عن الرب يسوع كآب لما كان يشهد عنه على جبل التجلي؟ بطرس قام ساوى المسيح القدوس البار الأول والآخر البداية والنهاية شبهه بموسى والساواه بإيليا. قالوا يا رب شو حلو شو حلو نعمل خيمة إلك وخيمة لموسى وخيمة لإيليا مثلك مثل موسى مثل إيليا. ما هو الأنبياء عظام. هولي قديسين. مرياس الحي عينه ضيقة مين بيسترجي يقرب ليه؟ شو كانت السماء موقفة من هالموضوع؟ قال سمعوا صوت رعد. كيف سمعنا هون بالقراءة؟ فأرعد الرب من السماء. قال أرعد الآب هذا هو ابني الحبيب هذا الذي به
سررت سررت. هل الله بيقدر يطلع فيك يقول هيدا فرحة قلبي؟ هل الرب بيقدر يطلع فيك يقول بشوف حالي فيه وما وقف؟ قال له اسمعوا، مش لموسى رائع موسى ولا لإيليا رائع إيليا، لكن هول كلهم كان عندهم ضعفات، كان عندهم هفوات ما فينا نفوت فيها، الوقت ما بيساعدنا، بس كان عندهم، كانوا رائعين، يعني نحن ما بنوصل لهم. لكن مثالي مش النبي ولا القديس ولا الرسول، هو لأمثلة إلي إيه؟ مساطر مصغرة، وأعظم مساطر على الأرض كبشر نحن عطانيه للرب، لكن مثال الأعلى يلي هو رب الأنبياء ومن أرسل الأنبياء ومن أعطى النبوات للأنبياء، هيدا مثالي يلي صار إنسان مثلي حتى يقول لي أنا تونست مثلك، حتى حس معك، مش تقول أنا مارق بتجربة ما حدا عم بحس معي. سامحيني يا أختي، حتى رح أقولها للأخوات والسيدات، حتى ما تقولي يسوع ما كان مرة ما بحس معي، لا بحس معك شو ما كانت آلامك إن جسدية أو نفسية، بحس معك للآخر، لأنك جبلة إيديه. لما جبل حواء من آدم عارف شو عامل، ما هو كونها بالطبيعة، كون الهرمونات اللي بتطلع وبتنزل وبتروح وبتجي، صح؟ وبعمر معين بتتخربط بصير بدها ميزانية جديدة، هو كون هالشيء، يعني عارف شو عامل، عارف بشو رح تمرقي، عارف. من هيك في كل ضيق تضايق تضايق. فطمني بالك، ما تقولي أنا ما حدا بيحس فيه، يسوع رجال، يسوع جابلك، صانعك، خالقك، يعرف كل شيء كل شيء. فالرب عنده دعوة لحياتنا اليوم، مثل ما قلت لكم حضوره رائع، لكن أيضا حضوره مرهب. الفلسطينيين لما أخذوا التابوت وسرقوا افتكروا أنه حصلوا على إله إسرائيل وصاروا شعب إسرائيل متروكين، لكن كانت كارثة عليهم، انضربوا بالبوسير وبلش الموت يزحف على واحد ورا الثاني، بالألاف عم بيموتوا. قاموا لقوا هندي طريقة يخلصوا من التابوت، عرفوا أنه ما بيقدروا إلى محضر الله. والفلسطينيين يرمزوا عفوا، ما بعرف إذا في حدا هون من إخوتنا الفلسطينيين، في حدا هون شيء من إخوتنا الفلسطينية؟ لا في حدا؟ حتى ما حدا يفهمني غلط، كانوا يشيروا إلى الأرواح الشريرة للأسف، مثل عماليق تشير إلى الجسد، الجسد مسيطر عليك 24 على 24، وين بتروح ملاحق جسدك، وين بدك تروح جسدك وراك وراك حتى القبر، هو عماليق. فكان رمز الفلسطينيين للأرواح الشريرة، وكمان رمز لكل الشرور اللي بحياة الإنسان يلي إبليس بيشجعه أنه ينجذب وراها. فما بيقدر الشر أمام الله يثبت، مثل ما قلت لكم قاموا خلصوا منه، بعتوه على عجلتين صغار بعربية، وعرفوا أنه راح بالطريق المضبوط على بيت شمس. لكن الإسرائيليين ما انتبهوا أنه بنفس الوقت هني منن بحالة صحيحة تيستقبلوا تابوت الرب. ومين يستقبل تابوت الرب ومحضر الله؟ وشو ينعمل بالتابوت؟ لما شافوه أهل بيت شمس بقول الكتاب انضربوا بالبوسير، فوق 50,000 زلمة فوق انضربوا بالبوسير. تعرفوا البوسير ممكن تموت اذا واحد ما بيلحق. هلا عم بيلاقوا له ادويه هلا اكيد وعلاجات، بس بهديك الايام ما كان لها علاجات، والله لا يدوقها لحدا. لانه يا احبه لا فيك تقعد، لا فيك تمشي، ما فيك تاخذ برد عفوا، يعني تعرف وين وضعك،
ما فيك تمشي، ما فيك تمشي، عم تنزف، الحياة عم بتروح منك. اللي بدي أقوله، بدك محضر الله بحياتك وبدك حضوره على حياتك، انزع الآلهة الغريبة أولا. من رحمة الله يا أحبة صدقوني بيحرمنا من حضوره علينا تما نموت. صدقوني إذا فكرك الله بده مثل ما أنت، بتقول أنا شو بني؟ لما بيجي حضوره عليك رح تعرف شو بك. الصغار، الأمور الصغيرة اللي مخبية فيك هلا مش إشاعة أنت، لأنك عم بتقيس على أخوتك وعلى خياتك وعلى الجيران وعلى هيدا السياسة الحرامة وعلى هيداك رئيس العصابات وعلى الأحزاب. قيس حالك على اللي حواليك، مش عم بتقيس حالك على اللي فوقك. يمكن بعيد عن الكلمة، من هيك ما عم تعرف تقيس. ياما في ناس هلا عايشين على البركة، ما بيقرأ بالإنجيل، ما بيعرف كلمة الله، ما بيعرف المقاييس الصحيحة. مظبوط هيك؟ صح هيك؟ كلمة بتاخده كلمة بتجيبه. وهلك شعبي لعدم المعرفة. طب كيف بدك ترتاح إذا ما بتعرف فكر الله إلهك اللي خلقك؟ كيف بدك تعرف ترضيه؟ القانون لا يحمي المغفلين. نحن من أولى على الأرض، تعمل حادث، إذا ما معك خبر بقانون السير وانت عليك حق، بتجيب هالخبير مطمن بالك بيقربك صاحبك. هلا في منهم هلا بيزعبروا، بس اذا كان هو شريف ونظيف بيقلك الحق عليك 60-70-80-90%. اول ما بلش السوق انا هيك صار فيي، اعمل حادث مفكر انا على ذكائي وخبرتي معي حق، يجي الخبير نهر منه، خي ليه اعطيتني حق 25%؟ ما انا بحسب قانون السير انت غلطان، انا انهر ما اقبلها، انا ما هو كسر علي. ايه بس انت واقف محل غلط، انت وين واقف اليوم؟ الآلهة اللي بحياتك شو عم تعمل فيها؟ خليني اقول لك، كانوا بهديك الايام الآلهة تبعيتهم اصنام وتماثيل، بس الكتاب كان يقلنا كانوا عبدة شياطين بدون ما يعرفوا، كلها كانت مؤامرة شيطانية لحتى يجذبون الى عبادات مغلوطة. لكن نحن هلا آلهتنا مخباية، مخباية، ما عدنا نعبد اصنام. هللويا. الوصية الثانية من وصايا الله العشر فهمناها، لا تصنع تمثال ولا تسجد للتمثال، لا تصنع صورة ولا تسجد للصورة. أوكي، لأن الله لا يقاس بعمل البشر، صح؟ الكتاب مليان، قال الغني كان يعمل تمثال من ذهب، الفقير يعمله من حجر، والمعطر يعمله من خشب، كل واحد ينقي شكل. هلأ ماشي الجقصين ديرجة، بس في بلاد عاملينه من ذهب، عاملين آلهته من ذهب. لكن نحن آلهتنا شو؟ إرادتك، خليني لك شغلة، إرادتك إله. لما أنت تريد وأنت بتقرر وأنت بتصمم تاخد قرارات بحياتك ومشاريع بحياتك ومستقبل أنت بخططه لحياتك، حتى لو بدك تقلي أنا بدي أخده من رب وبدي وبدي وبدي، شو عرفك إذا هيدي مشيئة الرب لحياتك؟ خليني أقولك، هيدا المنبر كتير جذاب ومغري، وإذا منعمل إحصاء أو الله هلأ بيكشف قلوبنا، سامحوني بهالكلام، ماني محضر بس صدقوني عارف الرب له كلام، الرب بيكشف قلوبنا. كتار بيحبوها المنبر، طلعوني بس حتى أحكي كلمة. شو عرفك الرب شو خدمته لحياتك؟ المازر تريزا شو كانت خدمتها؟ منابر ولا مرضى وفقراء؟ صح ولا لا؟ شو عملت؟ نكرت حياتها ونفسها. واخر شيء نعرف عنها، قال بمذكراتها الكاتب خبيتهم، قال كانت تحكي مع يسوع يحكي معها، بغض النظر عن العقيدة الثانية يلي كانت هي كمان متبنيتها، مع احترامي لها، لكن كان عندها علاقة مع يسوع. قال كان يسوع يحكيها، كاتب بمذكراتها، هيدا اللي كان يوقفها على إجريها حتى وصلت لمراحل يقصد، كانت بدها توقف شغلها وخدمتها.
يأست وسط الكآبة وسط الاستسلام واليأس، لكن لأنه كان عنده علاقة مع الرب، رب ما تركه. كم واحد وصل لهالمرحلة استسلم يئس تعب قرف حتى من الخدمة، انه اف يا رب مش عم لاقي مش عم لاقي، رب شايفك. بس خليني ارجع لك، ارادتك هي عدوتك. بدك اكد لك اياها، الرب يسوع المسيح بيغلط؟ ممكن يفكر بموضوع يكون غلط؟ ببستان جسيماني آخر ليلة من أيامه على الأرض قبل ما يسلم، صراعه بجسيماني مع شو كان؟ مع إرادته. إرادته يا أبتاه مش قادر لهالكيس، ولو ما أنت الرب كيف مش قادر؟ أنا بار قدوس، أنا بلا خطية، أنا بلا عيب، أنا ما بعرف شو طعمة الخطية، كيف بدي أحمل خطايا العالم؟ بحبهم، جبلت إيدي، بس أنا يقال عني زاني، مجرم، شاذ، حرامي، كذاب، سارق، غشاش، مزور، فاسق، خائن، صور هالصفات وسمي قبلها كلها، مش عنك وعن عن البشرية كلها. فما تستعود انه هالكاس كان هين عليه، كان عارف لازم يشربها، بس لما استحقها كابن الانسان كطبيعة بشرية قال له ابعد عني هذه الكأس، هيدي طبيعتي البشرية اللي بدي اياها، لكن أنا عارف طبيعتي البشرية لا توافق طبيعتك الإلهية، لكن شو قال له؟ لتكن لا إرادتي لا مشيئتي، مع أنه خطة الله يوصل للصليب وخطته هو، قال نفسي أنا أضعها من ذاتي. ما بدنا ناخد آيات ونترك آيات، هو ذاته، بل إرادتك. تصور شو كانت إرادة الآب، قال له روح تألم، حمول عار البشر، خزي البشر، قرف البشر، بهدلة البشر، أمراض البشر. أنت بتبقى عندك ميجران مش طايق حالك، وجع معدة مش طايق حالك، وجع ركاب مش قادر تمشي، وجع درس تضرب راسك بالحيط. تصوروا يسوع حمل كل آلام البشر وحده، مستهون هالكيس عليه انت؟ صدقني اذا بيعلن لك قديش المر اللي ضايقه ما بتتحمل. مرة قلتها في خادم للرب اسمه ريك جوينر، الرب دوقه دمعة من دمعاته، دمعة عطاه رؤى، تعرفوا شايف الموت فيها دمعة مرة مرة لدرجة شايف الموت فيها، ما قدر اتحمل، فرط بالبكي، جن قهر، حس قلبه رح ينفجر، هيدي دمعة. فتعرف يسوع قد يتألم عنك تحمل خطاياك ويرفعك من الخطية وانت بتلعب فيها لعب، وخاصة كمؤمنين مستهينين ومستبحين بأمور عم نعمل مثل أهل العالم. يا أحبة بدك الله يباركك والإله الغريبة بحياتك، وأول وحدة هي إرادتك. كيف الرب سيد على حياتك والرب على حياتك وانت داير حياتك بإيدك، تعمل البدكية وبتشيل البدكية، ما عم قول خلقك آلي، لكن هل تستشيره؟ هل بتسأله؟ هل بتشوف رأيه بالكلمة في الكتاب شو بده منك؟ ولا انت مرتاح على وضعك؟ بدنا المسحة، بدنا اللمسة، بدنا نحط ايدنا على المرضى بيشفوا، بدنا الاختراء، بدنا الانتصار، بدنا الازدهار، وبدك الإلهة الغريبة بحياتك؟ كيف هاي؟
تعرف موضوع الآلهة الغريبة موضوع عظيم. إذا بتقرأ في سفر التكوين لما أجا يعقوب يطلع على بيت إيل، رب كلمه قال له كمان انزعوا الآلهة الغريبة، في آلهة غريبة بحياتكم كان بعد الحياة بتعرفوا ببدايتها. إذا بتقرأ بتكوين 37 بتعرف شو هن الآلهة الغريبة بهديك الوقت بالنسبة لهم، شو كانت الآلهة؟ ألطمروها تحت البطنة حتى ألغيروا تيابهم، غيروا تيابهم، تيابهم ما كانت خارج حضور الله ببيت إيل. هل عم تنتبه إذا تيابك تليق في محضر الله؟ ما تلحق الموضة، الحق المزوي يلي بيعطي ذوق، يقول عنه الكتاب ذوقا وصالحا يا رب علمني، ذوقا صالحا علمني. اطلب منه يا رب كون انا مزوي بحسب نظرتك مش بحسب المجتمع والمصمم الازياء الشاذ والمصمم الازياء المرت عفوا يعني والمصمم الازياء الخربان يعني في منهم ما بيعرفوا الله. فتش على مصمم ازياء بيعرف الرب، نادرين نادرين. إذا بتعملوا إحصاء صدقوني أغلبية الأشخاص اللي بيعملوا تصميم أزياء خربانين وأغلبيتهم شاذين. معكم خبر؟ بعمل إحصاء على الإنترنت، عمل بحث لشعر راسك يشيب تتعرف أنت مين لاحق. وخليني أقولكم هيدا كله مخطط شيطاني. شوي شوي الموضة عم تنجر إلى ما لا موضة وما لا لباس. منتبه؟ بلشوا بتخزيق التياب والتوسيع التياب ومن هون ومن هون، وبعد شوي راح يستغنوا عن التياب. إذا الرب طول وما أجا تذكروا كلامي. إذا بتعمل من زمان كيف كانت التياب تلبس وهلأ مين كان يقبل عفوا معلش يلبس بنطلون في خز صغير؟ أنا من فترة كان عندي بنطلون إجا عليه نقطة أسيد اهترى، عم بحكي من شي 7-8 سنين، مرتي ما كانت تقبل يلبسه. كيف بدك تلبسه؟ طب أي أرحم، النقر الصغير ولا التخزيق؟ موضة. بس شو عم بيصير فيك يا أختي بهالموضة؟ شو عم تظهري؟ صورة المسيح؟ صورة القداسة؟ صورة الطهارة؟ معلي ما تزعلوا مني يا أخوات ويا أخوي، معلش الحق حق. ليش بقول كتاب لباس الحشمة؟ هذا لباس حشمة؟ ما يا أختي أنت جسدك الله خلقه بحرك شهوة الشباب. سامحوني بدي أحكي صراحة، ليش بدك تلبسي لباس يوقع الشباب؟ أنت مسؤولة، الله خلق الرجال بيتحرك بعيونه. وعيه إذا ما معك خبر، وعيه وعيه. لما بيخطي الشاب مش عموله ولا بس أنه بريء في عليه، بس ما أنت السبب، ما أنت حطيت قدامه صورة حتى يتفرج ويشوف. مش عملك تلبسي شادور واسود من فوق لتحت وما يبين منك شيء، البسي لباس حلو مرتب. بس ما فاتك هيدي مش للناس تشوفها، هيدي ليسوع، هيكلك وهيكلك جسد مقدس للرب مش للعالم. ما تلحقوا موضة العالم. ليه الكتاب بيقول برومية لا تشاكلوا اهل هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم؟ تغير عن شكلك بقى، تغير. ليه بدك تلحق الناس اللي ما بتعرف الله؟ ليش؟ او بتدعي بتعرف الله؟ ليش؟ هني مثالك ولا يسوع مثالك؟ قانون البشر مثالك ولا قانون الله مثالك؟ اهل بيت شمس ضربهم بالبواسير، بدكم محضري؟ هيدا محضري. مثل ما انتم بتموتوا، بتعرفوا بال2002 انا حكيتها من حبه انا كنت رح موت امام الرب حكيها. لما ملقني حب بس حب قلت له رح موت، ما بقى في، شفت الموت عم بيصحف علي كلني كربجت من هون من هون، حسيت عم بختنق عم موت مش قادر بقى، صرت مثل حطبة. بس من جوا قال له بعد بدي بعد بدي، ما في اروع من حبه. ولك اذا حبه كان موتني قداسته شو؟ وكان الكبرياء اللي مانع هاللمسة على حياتي، كبرياء وشوفة حالي. وأنا مش إشاعة مثل ما قلت لكم، في إشي بحياتي ما من إشاعة، هو بإشاعة. كان عندي فخر بقلبي قد ما كان عندي خدمات بهذيك الأيام، ومني أشعر وما بحب أنا أكون عندي فخر، بس بدون ما أنا أحب كان عندي فخر.
تفهمني؟ يمكن انت ما بتحب تكون كذاب بس عندك كذب. يمكن انت ما بتحب يكون عندك لسان صليط بس بتسب، او بتحكي كلام بذيء ما بليق بس انت ما بتحب، بس موجودين. بس في خطايا مخبيه مثل الكبرياء، مثل الرياء، مثل الحسد، مثل الغيره، هول مخبيين، هول بيسيطروا عليك وبيدمروك، هول بدك تنزعوا من حياتك. ما فيك تطلب قداسه الله وحضوره والخطيه فيك مخبيه معشعشه. انه بالكنيسه قديس وبرا تلبيس ما بتزبط، ما بتزبط. ما الله برا شايفك. ما فيك تقول انا سكرت الكنيسه الاجتماع الثاني انا بتقابل مع الرب وبرا انا بفلت، ما حدا شايفني شو عم بعمل. مين خبرك؟ افتح المزمور 50 شوف شو بيقول لك. اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. اوبخك لانه بيحبك، لانه بريدك على صورته مش على صورة الناس والمغني المعين والفنان المعين والسياسي المعين، ولا حتى عفوا على أي رجل دين معين. فيك حتى من القديسين تاخد أمور رائعة، خليني أقولك، بس حتى في أمور بالقديسين إذا بتطلع أمام قداسة الله بتخوف. ليش لكن بسفر النبي أيوب بيقول هو ذا قدسوه، صرتوا حافظينه؟ لا يأت منهم يا يسوع، هو ذا قديسوه لا يأت منهم، ولو ما معصوم القديس. مين قال لك؟ شو هو الله؟ الله المعصوم، الكتاب معصوم، بس الله الوحيد المعصوم، القديس ليس معصوم. من هيك بالنعمة غطانا، بنعمته مش بأعمالنا. ليس بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى الرحمة والقصد والنعمة. رحمك بحسب مقاصد الأزلية، من هيك رحمك، له قصد تصير مثله تشبهه، يشوف حاله فيك يقول هذا ابني. بتعرفوا أنا عندي هالولدين الصغار، ناطر النهار أو بنطر الساعة يلي قلبي يكبر فيهم، إذا تصرف تصرف معين أو شيء قلوا يا رب اشكرك في شيء زرعته على القليل هلأ شفته لقيته. تعرفوا قدي قلب الأهل بيكبر وأنا مليان عيوب، لكن هو بلا عيب قدي حلو يطلع فيك يقول هذا هو ابن الحبيب، هيدي بنت الحبيبة التي بها سررت. ساعتها تبي، ساعتها له اسمعه أو لها اسمعه، ساعتها الناس رح تسمع لك، ساعتها الناس رح تفتش عليك، حكيني خبرني قلي فهمني انا بقبل منك. مش حل عني مينك انت عم تحكي كتير حكي، لما بيشوفوا حياتك ما تزعل منهم، ما عملك رح كل الناس يحبوك ويقبلوك، خاصة بأهل بيتك او بالجيرة، لان ما في نبي له كرامة ببيته بوطنه بحواليه، اكتر شيء من برا. لكن بتعرف شهادتك أقوى ببيتك إذا الناس صارت بتسمعك، لأنه شافوا فيك تغيير من الطبيعة العتيقة يلي كنت عايش فيها وخلقت فيها. والجيران كذلك لما بيشوفوك مميز، يعني شافوا فيك تغيير، فيك نور عم يطلع من وجهك. الناس بتلاحظ، خليني أقول لك، أنت تعودت حالك، بس الناس عم بيراقبوك نظور، كيف تطلع، كيف شاف، كيف ماشي، شو لابس، كيف رد، كيف ما عمل، كيف. رح أخبركم شغلة صغيرة بس تعطي المجد ليسوع، مش كرمال شيء. من كم سنة كنا طالعين على الضيعة، طلع ضربت عيني على مسجلة سي دي ومسجلة وراديو، كين وشي ما بعرف، أتاري صاحبها صافيف وناسي يحطها على الحفة، واخذ الغراتيري عنده بيبي، هيئته البيبي اللي هي صار يعيط، نسيها وراح. من بعد انا ما قلطت شيء 20 متر، قلت حرام هيدا،
ما قدرت، مش عمول تقول بس. شوف كيف الرب بيستخدم الشغلة. ركبت أريير، شفت المسجلة، طلعت ما في حدا، لمين بدك؟ أخذت المسجلة وحطيتها بالسيارة عندي، دقيت بس يمكن على البنية ما حدا رد. قلت أنا برجع شي نهار تاني بكون عندي وقت. تأخرت، طلعت على الضيعة شهر اثنين يمكن أو شهر. قلت هونيك نهار بدي أقصد، كنت نازل على الكنيسة من فوق، بدي أقصد وشوف مين صاحبه. سألت مين صاحب السيارة، أنا شكيت بالسيارة لأنه محطوطة حدا السيارة. طلع صاحبها بالجيش وحاطت فيها يو اس بي. أتاري اليو اس بي غالي على قلبه أكثر من المسجلة، لأنه أنا بدي أشوف تعرف إذا بعرف شيء. فيها أغاني. أتاري هالأغاني يعني بيعنوا له. فطلعت قلت له أنت ناسي شيء غرض من شهر؟ قال لي إيه. قلت له شو؟ قال لي مسجلة وفيها يو اس بي. قال لي بس اذا بيرجع لي اليو اس بي. هيك عشو سألين اليو اس بي. قلت له شو رايك تاخذها مع اليو اس بي؟ قال لي كيف واني؟ قلت له يا حي معي. قال لي شو جايبها معك؟ قلت له من شهر انت ناسيها. المهم قلت له بس انا رح اقول لك انا ليش هالمسجله احتفظت لك فيها، رح اعطيك اياها. نزلت على السياره، جبت وقتها سي دي وعظ من الكنيسه. قلت له هيدي بتحكيك عن يسوع، حتى ما تقول هالزلمة آدمي. شو آدمي يا حرام، شو آدمي وأنا أخذ المجد يعني. قلت له هيدا بفضل يسوع اللي بحياتي، لو ما يسوع بحياتي أنا ما رجعت لك هالمسجلة، كنت أخذتها. رجع صار معي نفس الشيء من جمعتين، بس 2 كيلو كسترة تركية. طالع الضيعة أخذ معي خضرة بالغلط، طلعوا الكستنيات معي وأنا مش أخذ كستنة. لما وصلت لفوق 2 كيلو كستنة بالنسبة للخضرجي إلون قيمة، بتركتهم تعملي أمي خلص خليهم بعدين. قلت له لا برجع له إياهم. أتاري أمي استحرت لك محبي منهم. لما رجعت أنا ونازل الأحد كمان على الكنيسة الأحد الماضية من جمعتين، ما قدرت، رجعت الكستنيات للزلمة. كان حده زبون، وعفوا هولي مش من خلفية مسيحية عم بحكيكم عنهم، المنطقة هنيك ما بيعرفوا يسوع، وهذا الخضرجي أنا دائما بيشتري منه. والرب كأنه رتب يكون هو ذاته يلي بالليل هني بتناوبه موجود. قلت له هول الكستنيات بالغلط اجوا معي، طلع فيك ونسطل. قال لي معقول؟ بيقول له زبون، قال له تركوا معه من وقت اللي طلع تيرجع يرجع لك ياهم وانه حرزانين. قلت له مش لالي، كيف انا ما بدي ارجعهم؟ قال لي بعد في ناس هيك؟ قلت له لما يسوع بيكون بحياتك وبقلبك وبتعطي قلبك، ايه في بعد ناس هيك. فما تفكرني كمان انا شخص كويس ادم يتزقف لي يعني انه ياي ما احسن. قلت له لا، قلت له يسوع اللي غيرني مخلص العالم هيدا اللي خليني هوا رجع لك ياهم. تعرف شو قال له؟ قال له تعرف هولي قد ايه حقهم؟ بعده قلبه على الكستنيات. قال له هولي حق الكيلو 8000 ليرة. شوفوا قد ايه بتعني له 8000 ليرة. مرة بعد زوادي إذا بتتذكروا، أسيس كنيسة، شخص ملحد كان يجي على الكنيسة افتكروا مثل أي أسس اللي بكتروا حكي. ناطر هونيك نهار، هو كان شوفير أوتوبيس، ناطروا طلع معه بالأوتوبيس، قام عطاه الأسيس المصاري، قام رجع له زيادة، واللي رجع له إياه $4 ما قاله قيمة زيادة. لما قعد الأسيس عم بيعمل حساباته، ما رجع لي $4 زيادة، طب هرزيني رجع $4؟ لا قيمة شو يعني 250 ليرة تنقول يعني عنا على اللبناني. قال لا لازم رجع له شو ما كانت. هو ونازل قال له يا حبيبي هيدا $4 انت اعطيتني زيادة بالغلط، تفضل. قال له انا ما اعطيتك اياه بالغلط. قال له انا قصدت اعطيتك اياه لاني انا ملحد باب امن بالله وسمعتك بالكنيسة، فانا قلت بدي اشوف هل هالزلمة عايش كلامه. قال له أنا هيدا الأحد جاي لعندك على الكنيسة من ورا $4. الله ناطرك على الأشياء صغيرة، إن كنت أمينا في القليل. يمكن المال إلهك، يمكن $4 إلهك، بالنسبة لك ما حدا يقرب عليها. هل مستعد أنك تنزع الآلهة الغريبة؟ خليني أقول لك
لما بتنزع الآلهة الغريبة قال وترجع من كل قلبك إلى الرب. شو قالوا صمويل؟ وترجعون من كل قلوبكم إلى الرب. مش بس بدك تترك حالك بفراغ، تركت آلهتك اللي عم تعبدها والأمور المش منيحة، بدك ترجع تعبي الأفضل، ترجع تمتلي من حضوره. قال ساعتها الرب رح يباركك. شو كانت النهاية تتذكروا؟ قال رجع كل مدن الفلسطينيين اللي أخذوها من إسرائيل، رجع لهم إياها. يمكن أنت في عندك أمور بحياتك مسروقة مسلوبة رايحة، يمكن صحتك، يمكن مالك، يمكن عائلتك، يمكن سيارتك، يمكن بيتك، يمكن سمعتك. إذا بتنزع الآلهة اليوم وبترجع للرب من كل قلبك مش من كل شفافك، انتبه، مش من كل أعصابك، كل قلبك، هذا اللي بده إياه. يا بني أعطني قلبك، بده قلبك. إذا بتحب إنسان أو هي بتحب إنسان بده قلبه، ما تحصلت على القلب حصلت على الإنسان. هيدا كيان الإنسان كله بالقلب. إذا بترجع من كل قلبك الله يرجع إليك. قال ارجعوا إلي فأرجع إليكم. ساعتها الرب رح يرد سبيك مثل ما عمل بأيوب، رح يعوض عليك، لكن في حينه. هيدي رجعت تذكرها، في حينه. لما بيجي حينه رح تعرف. لكن انتظر الرب وبلش بهالقرارات. يا ريت توقف كلنا سوا، يا ريت تقول له يا رب اليوم في هذا الصباح ما بدي خلي آلهة بحياتي، تكون انت الاله الوحيد، انت اماني الوحيد، انت متكلي الوحيد، انت مصدر شبعي الوحيد. ما تفكر حالك رح تشبع من العالم ومن الرب. يا حبيبي انت مجبول ومصنوع ومفدي له وحده. ما تفهمني عملك تعيش بصومعة معزول عن البشر. النور وين ما كان ما بيخاف من الظلمة. النور وين ما كان ما بيخاف من الظلمة. كم بالحري إذا أنت عندك شركة قوية مع إله النور، كم بالحري. يا ريت نغمض عيوننا، ما تطلع بحدا حواليك، راجع حساباتك، شوف أي شيء مسيطر عليك، إرادتك، كبريائك، رياءك، حسد، غيرة، خطايا مخباية، أجرة الخطية موت في الجحيم. يمكن منك أمين بمالك، شوف فحص نفسك. يمكن منك أمين بشركتك مع الرب. يلي قادر يعمله معك يسوع ما بيخطر عبالك. صدقني دايما الله بيفاجئنا. قدي صار لي مع الرب دايما معاملاته معي بتفاجئني. تتوقع شيء بتلاقي يعمل معك شيء اروع اروع. يعني دايما مفاجئاته حتى لو ادبك، حتى لو وبخك لخيرك، حتى ما تطلع بلا مربى. تصوروا الله يطلع لعنده ناس بلا مربى على السماء، بلا تهذيب، بلا اخلاق، ما بيقبلها. إذا نحن ببيوتنا الأرضية ومليانين عيوب ما بنقبلها، هل هو بيقبلها؟ فقال له يا رب أنا بحط كل آلهتي قدامك اليوم عند صليبك، بلك دمك يغسلني من جديد. بيقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل من كل من كل خطية. مهما شايف الخطية جبل، مهما شايف عملاقة، دم يسوع المسيح يطهرك من كل خطية. قل له يا رب أنا اليوم ما بدي أخرج مثل ما دخلت، بدي أخرج وبيض اسمك وبيض وجهك بالعالم، الناس يشوفوك في حياتي. أمين يا أحبة، ربي يبارككم.